متواصلين حتى للخمسة متاع العشية مع ضيفنا اليوم في زون ميكس اللاعب الدولي للمنتخب التونسي وكذلك نادي أبها السعودي واللاعب السابق الإسبيرونس سعد بقيري. مرحبا بك من جديد سعد. مرحبا بك. باهي قبيلك كملنا قبل نص ساعة بالشوية مناوشات مع الجمهور اللي حكينا عليهم، لكن الجمهور هذا اللي صارت معاه برشا حاجات، بعض تغنى باسمك وظهر تبدلت العلاقة. بدلت مش 180 درجة، بدلت كوي ذيك يوم معناها يزمك معناها باش ترجعهم، معناها ترجعهم ورد معاك معناها بالحاجة الباهية، معناها يزمك معناها باش تفرحهم خاطر هما كيفاش يفرحوا، معناها هما ماهوش كيما ما نعرفش أنا ماهوش تخدم في حاجة أخرى، أنت مثلا كسياسي ما نعرفش أنا كوزير كسياسي تخدم معناها في تانا باش تفرحهم في تانا. نسمع وشغلنا عليك جمهور الإسبيرونس. لا 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 والله يا بني نشيلك يا الغالي تبعك العين في راش الطراشي يومك عيني عشرة سنين واحنا عيني بالغرامة وبالبلاد مش العين خامورة عديدة نبي وقت يدري سعد الباب. ما نعرفها شافي، تعرفها انت ولا؟ نعرفها بعث سمعت. اما الاكثر معروفه هذه. مسيلة سعد جوري من كلوب الجمهور ساول حاجة مش أحكي لك على حكي على سعد وقيلة ليه ليه فما ماش ما تشوفت وقت جيت كفرور قبل ماش تفهمت مع خليل معنا بشي شوت هو فهمت قال لي خليني نشوط معاك مني جيت معنا معاش نشوط معاك قلت له أخوي إجا شوط الكفرون الأولى باش يجي نتفرج أنا مع بن جردان وال مع بن جردان في رأس جات الكفرون يا اخي وقت يسمع جمهور يغني في الاغنيه قال لي لا يا معلم شو تبدي معنا بايعها ما عاد نبدا ما خليوهش معناها قال لي برا اخوي شوت معاش تقول لك شوت جمله اخوي مشى اخوي يرجع باهي اما قلت لك سعد ظهر لي مش اي ملاعب يدخل قلوب الجمهور بالصفه هذه وبعد ما كانت العلاقه كما كنا نحكي وتقلبت 180 درجه ولا غناء عليك ونجم الجمهور الاول وليد اي بطبيعه تفرحهم انت معناها تبزبون توي سيرتو الماتش بتاع الاهلي معناها اللي ظلموا معناها وقتها الوقت هذاك معناها حشتهم شكون معناها اللي ياخذ لهم معناها بالثار نتاعهم فهمت وقت اللي لعبنا مغادي وقت اللي لعبنا في مصر بالرسمي معناها تشوف الظلم كيفاش عملوا في زوبينيتيات وكرتونات وواحد وكيفاش يحكيو في الصحافه نتاعهم وفزنا على الترجي وباش نفوزوا باش نفوزوا على الترجي في رادس والترجي والترجي دونك هما وقتها معناها في الغسره هذيك حشتهم بشكون معناها يجبدهم الحمد لله معناها كيما صحيح يعرفوا العباد الكل معناها غير شنو صار في الماتش في اللي كوفون قبلك تحكي غالي حتى شبوك بلا قضيه هما لما حنا شبوا معنا باللي يحبوا بعدين لكن معناها براسي معناها جمهور اسبرونس المحبه اللي حباني معناها ما تشتريش بالفلوس ما تنجمش تاخذها بالفلوس وما تنجمش المحبه هذيك كي انا تو كي نخرج الشارع ويقولوا لي معناها يرحم والديك جوستومون حكينا في الشارع كيفاش في الشارع كي نشوفهم بالرسمي جمهور اسبرونس ساعه جمهور اسبرونس موجود في البيس كل راه في السعوديه موجود في قطر موجود بالرسمي في السعوديه شفتهم انا معناها في مكه في الرياض في جده في هكا في جنوب في شمال في اي بلاصه فما جمهور اسبرونس ما تغشوش عليك قالوا خليتنا لا ولا لا ولا لا بالعكس اللي يخرج يقول يا خويا غير مشيت الله يرحم والديك هذه اكثر كلمه سمعتها انا ملي خرجت برا الله يرحم والديك صحيح يسيرتو جبت دو تيتر كما بطوله عربيه ولا نهائي نتاع تشامبيونز ليغ شنو حكايتك مع الفيناليات لا والله لا انا في الماتش تاع بيدرو تاع برشلونه كل فينالي مارك والله العظيم ماتشات البرد نحبهم انا ماذا بيا ريت نلعب في تونس ماذا بيا معناها نلعب كم ماتشات ابون اخويا معاش لعبوك لا مش حكيت معاش لعبوك اما انا معناها ورد نحب ماتشات البر حتى راه في السعوديه تورا ماذا بيا نلعب مع الاتحاد والهلال والنصر والاهلي بونتويت الفينال نتاع الكوب راب والتشامبيونز ليغ في الوقت كانوا اي صحيح في 46 و46 وفي 50 الثاني وذيك تحب تلعب كم دقيقه ذيك ولا لا كيف لا لا البخوخ اللي عانوا في دقائق هذيك اسمع باهي طير يا بقير طير هذيك قد سمعتها المره نتاع عصام الشوالي والله مرتين كهو سمعتها في التليفون تفرجت فيها مرتين وفي الشارع في الشارع عباز العباد
وانت تمشي طايرين بليك في بليرة. هذيك اكثر واحدين معناها نتقابل معاهم المصريين جمهور جمهور رد الزمالك. والله العظيم في السعودية لعبنا ماتش في جدة ولا في الرياض. انا قاعد في الشامبر كلموني ريسبسيون لوتا قالوا لي راهو هبط لوتا فما واحد غير حشتو بيك حشت تونسي. قلت لهم قولي راهي لا ماش تونسي ما نمنين ما غادي هادي غاد فيلبيين وهنود فهم. قلت لهم ما نمنين قالوا لي هبطنا اليوم واحد مصري واحد مصري من الزمالك لو اسمه نور الزمالك والله جاي طاير بيك جاي قال لي اخويا غير سمعت بيك في الوتيل هذا جاي باش نعمل معاك تصوير اخويا باش نهبطها جمهور الاهلي. تصور انت العباد معنا باش ريفاليتي كبيرة بيناتهم سيرتو الاهلي والزمالك مش عاديين رفاية شعبية كبيرة ولات في مصر. لا سيرتو جمهور الزمالك معناها تشوف المساجات اللي بعثوا لي فيهم انا ونتقابل معاهم في السعودية غادي. لا مخك كيخ صار فما كونتاكت في بيريود مع الزمالك لا مستحيل انا مستحيل نلعب في جمعيه معناها اخرى في الافريق عندها حتى واحد غبي المياه باش تلعب معنا ضد اسبرونس معناها سيرتو معناها في الشامبيونز ليج باش يلعبوا معناها. تصور انت معناها السوبر كوب اللي في فيفري باش يلعبوها ولا وقتاش يلعبوها نلعب انا مع الزمالك ضد اسبرونس معناها له درجه مع حب محبه العباد اللي حبوها لي في اسبرونس خليتني معناها نعمل هيك معناها. تصور انت سوبر كوب نلعب ضد اسبرونس مستحيل بي ساعات خلينا نكون بي واقعي فما برشا لاعبين يقولوا لك الكلام هذا وبعد يعمل العكس خاطر يقول لك الفلوس هي كل شيء تو كره واحتراف قيدوها عليك هذه انا خويا قيدها اجبدها وقت اللي تحب انت. انا ديجا قلتها 200 الف مره نلعب في اسبرونس في تطوين جامعه الام ونلعب وراني اللي كان وصلت نلعب في تطوير راني نلعب في تطوير من غير فلوس حتى جابس معاك ها وزاد الصوت نتاعي غير مسجل عندكم وخرجوا لي غير معناها تشوفني نهار اخر نلعب في جمعيه حتى ستايده معاك بون غير ستايده باش لا باش نعطيو لكل واحد حقهم بالعكس معناها هي اللي وقفت معايا اكثر من التطوير معناها في صغري لكن انا معناها نحب التطوير اكثر غير جمعيه نحبها معناها التطوير معناها في تونس تلعب كان في اسبيرونس ولا تطوير في اسبيرونس في التطوير حتى جمعيه مستحيل أخر. دي مثبت هاو هاني هاني اخويا هاني معاك مسجل اخويا هذه حطوها على جنب كان نهار نلعب انا في واحده من زوج جامعات هذوما عملوا يتحب ما شوفوكش في مريول الكلوب اللي توا مستحيل مع كل معنا مع كل احتراماتي معنا انا ماشي اليوم باش نجي باش نحكي على فريقي معنا لعبت كل يعرفوها وجمهوره يعرفوها وديجا من اقوى اللي حبيت نوصله اللي معناها الاكثر معناها زوج جمعيات في تونس جماهيريه معناها الترجي والفريق يعني مش باش نجي انا باش نقول لا والفريق معناها كل حاجه في بلاصتها. انا لعبت في الاسبرونس باش نلعب في الجمعيه اخرى يعني قلت كيف الاسبرونس في جمعيه الام باهي ساعد شنو بدل المعين في الاسبرونس الامور كانت ماهيش ماشيه برشا قبل ما يجي هو لكن ملي جا معين تبدلوا برشا حاجات ولاو تكروات بالجمله وشنو تبدل بالضبط ممكن الحاجه اللي معناها تلبيه اللي في سي معين معناها اللي هو معناها يكون معناها تقريب من جوهره برشا فهمت معناها يحكي معك في اللي تحب عليه انت عبارة معنا مش رونترونور عبارة صاحب معنا يحكي معك في اللي تحب انت تقريب برشا من جوريت يعرف يوصل الميساج متاعه. انا نتفكر في الرينو متاع تروح الاهلي حطينا معناها ثلاثة بونت متاع الاهلي غادي وكي الظلم اللي عمله هنا وحط التصويرة متاع الشامبيونز ليغ قال تحبوا ارتزوه او تيتر قدامكم وشوفوه مش عاملين لكم في مصر يتكلم مليح يعرف يشحن الجوار يعرف يوصل المساج الجوار يشحن الملاعب صحيح. شنو رايك بعض الانتقادات للستاف تكنيك اليوم حول الاداء نتاع اسبيرونس ولا النتائج في بعض المقابلات كما اس في فيتا كلوب ولا ستاد؟ شوف راهي على عام كامل راه باش يصير لك ماتشات صعاب باش يصير لك معناها ماتشات في فورما دونك نصور معنا مساج جمهور اسبيرونس اصبروا معنا على جمعيتكم معناها نصور جمعيه معناها امريكا لما نقصها على شيء صحيح مش باش معناها مش باش يعرفوا ماتشات الكل ماتشات الكل باين في رادس راه باش يجيك جمعيات تعرف اللي انت هذا الشامبيونز ليج وانت معناها من كل شيء معناها في افريقيا اقوى فريق اقوى دفاع اقوى خط هجوم معناها باش يقف لك منيح باش حضر لك راه بجمعتين وبالشهر راه باش يحضر راه يستنى باش يلعب لك ومن حقه هو باش يلعب معنا باش يلعب 10 تالي مش باش يحل اللعب ويعرف خاطر هو كان باش يحل اللعب مع الاسبيرونس في رادس يعرف شنو باش يصير. تشوف الاسبيرونس قادر تتوج باللقب الثالث في الشامبيونز ليغ الموسم هذا؟ انا غير نشوفها معناها يعني معناها قلت لك يبداو الاسبيرونس في فورم معناها راه باش تهز السنه والعام الجاي واللي بعد
معناها الحكايه الكل معناها مربوطه بالاسبيرونس، معناها في فورمه ولا مش جمعت الاخرين القويين، ولا الحكايه الكل مربوطه بالاسبيرونس في فورمه ولا مش في فورمه. بالنسبه للشامبيون في تونس تشوفها منافسه الموسم هذا للكلوب في فورمه المستير ليتوال؟ نشوفها البطوله هذه غير الاسبيرونس محسومه من تو، ما غير ما نحكيو، ما غير ما غير معناها ما يلعبوا خير ولا سنة والعام الجاي لسه. شوف في العشر سنين، في العشر سنين الاسبيرونس راه باش يهز لك معناها سبعه ثمانيه تتروات، الاخرين يهزوا واحده واحده. ما تشوف استنقاص شويه من قيمه الكيبات الاخرين هذا؟ هي يعني قلت نحترم جماعه الكل، لكن هذا واقع، هذا واقع، هذا نشوفه فيه، غير علاش نحبوا معناها نحكوا في حاجه معناها مش صحيح. انت يرجع في العشر سنين، العشر سنين الاخرين نشوف الاسبيرونس قداش هزم التيتر، شوف جماعة الاخرين قداش هزم التيتر. باهي انت غايلين وكوم بليلي بن محمد، شكون اكثر لاعب من اللي خرج هذوما خلى بلاصتو؟ نشوفوا انا البليلي مش سعد بقير؟ لا لا لا، العباد اللي العباد اللي تقول سعد، اما انا نقول بليلي. علاش؟ خاطر ما نحبش نقول روحي. باهي لو كان تعمل كومباريزون بين الترجي نسختك نتاعكم انتوما معناها والنسخه الحاليه. بون النسخه الحاليه مانيش عايش معاهم، لكن حسب معنا ما نحكي معاهم، حسب ما تشوف اي حسب ما نحكي ونشوف في الجوارات اللي نشوف ما فماش فرق، فرق كبير، فما فرق صغير في في الجزئيات، الجزئيات الصغيره فهمت؟ مثلا وقت تقف لعبه 0-0 ما عندكش كلش حل لك الشبكه، ما عندك الكوفرون نتاع سعد بقير حل لك. لا انا انا على فكره ما خدتش الكوفرون، قلت لك ما عنديش جواري حل لك اللعب، ما ناش بكوفرون رباس واحد ضد واحد يتعدى ويشوت بسنتراج باهي فهمت؟ هذا مش موجود تو في مش موجود، ناقصه ناقصه شويه، سيرتو معنا شفنا مع الجماعات اللي يلعبوا لك، يلعبوا لك 10 التالي صحيح، خاطر كي يلعبوا لك هما جماعات 10 التالي باش يجوك معنا الكوفرونات وسباس صغير، شكون السباس هذاك معنا باش يستغل؟ الملاعبيه اللي جاو تشوف في قيمه الملاعبيه اللي خرجت؟ ما فهمتش، بتحس عندهم نفس الكاليتي معناها؟ لا مش نفس الكاليتي، خاطر كل جوار والكاليتي نتاعو. يشكون خير معناها اللي خرجوا ولا اللي جاو؟ شنو يخرجوا؟ خاطر لعبت تو انا نحكيو مثلا تو مثلا في بلاست يوسف، بلاست يوسف حمدو تو يلعبوا حمدو انا من عام الاول معانا. باهي مثلا نحكيو على اليشتي بن محمد، نحكيو على بلغيف، نحكيو على مع غيلين، نحكيو على كوامي معكم. تصور احنا 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 معناها الجينيراسيون اللي فاتت عام الاول ولا عام الاول معناها كنا معناها عارفين روحنا، معناها كي نلعبوا لبرا باش نلعبوا معروفه الفورماسيون تروا بيفو، كي نجيو لتونس باش نحلوا. فهمت؟ فهمت كيفاش؟ ما تنجمش تلعب في تونس تروا بيفو، تلعب زوز وخدامهم انا. دونك فاهمين روحنا ونعرفوا بعضنا، انا واحد من الناس وصلت معناها بريود انا ويوسف والله والله العظيم نعطيه باس من غير ما نشوفه. ديجا نعرفوا واش يحب ونعرفوا باش يشوف. مازال هذا ناقص تو في الاسبيرونس مونتي. صحيت صحيت مش متفاهمين مع الخطر بحكم معناها كي جاو تو فهمت؟ فهمتك. فادي بنشوق جاي لتعويض سعد بقير، شنو رايك فيه؟ قادر يعوض سعد بقير؟ انا نشوفه قادر، وحتى معناه ينجم يعمل معناه في حاجات انا معناه ما عملتهمش، غير ينجم يعطي اضافه وينجم يكون حتى تاخر مني انا. تعرفوا انت مليح؟ لا الحقيقه ما نعرفوش مليح. نحكي شويه سعد على شويه المنتخب، بدايته كانت صاروخيه مع ترجي المنتخب كيف كيف، الناس الكل تقول لك وقتها مستقبل كبير، لكن تراجع شويه فتره من فترات مردود نتاعك، علاش؟ ما فهمش علاش، اي ملاعب معناها باش تراجع المردود نتاعهم، معناها اربع سنين ماتش بتعديهم، اربع سنين على بعضهم معناها في معناها في التوب، معناها الوحيد ممكن اللي في التوب اربع سنين وعشر سنين ميسي، معناها ميسي ما فما حتى جوار يقعد لك اربع سنين. دونك الواحد مره الفوق مره الوطا، لكن الحمد لله في العام اللي خلينا نتصور معنا الفوق. علاقتك مع المنتخب عايش مش كبيره برشا؟ كيفاش مش كبيره؟ ضيعت برشا وقت حسيتك بعيد على المنتخب. صحيح ضيعت برشا وقت، لكن الواحد بدا يرجع بشوي بشوي. تصور معنا اليوم تصور الواحد معاش معناها معاش باش يسيبها فرصه في المنتخب. حكيت مع منظر الكبير، حكى معاك مع عامل عليك بالطبيعه، قال لي معناها انت موجود في البروجي نتاعي ونتفرج فيك ونشوف فيك معناها في السعوديه على المردود تقدم فيه. فرحان بيك برشا، ومعناها هذاك علاش معناها موجود معانا. وقتاش حسيت روحك تظلمت؟ كنت تنجم تكون في المنتخب وما مشيتش؟ في كلوب دافريك الاخر 2017 قبل الاخر. لا لا سيرتو معناها 2017، خاطر 2017 وقتها مع كريس برجير هكا ولا وقتها كي عيطت لنا المره الاولى، وقتها نحاني انا ومرياح وسام الحدادي، عيط لي يحكي معايا قال لي راني معمل عليك باش تلعب، معناها مش معمل عليك في المجموعه، معمل عليك باش تلعب. بعد هبط معناها 23 بلادي اللي هبطها الليست 23 لاعب. شنو صار عندك فكره؟ الله اعلم. لا انا ما نحبش ندخل في الحكايه هذه، معناها
ندخل نكلم نهز التليفون نكلم وعلاش صار وصار. اي تعرف ما تعرف ما تحبش والله كيف. والله والله العظيم تو نعرف وما نحبش ما نحبش نعرف صحيح صارت. تتصور شويه تكنيك منه هو ولا مش شويه تكنيك مش شويه تكنيك مش شوية معناها لا خاطر المدرب وصل راح يحكي معايا قال لي راك باش تلعبوا مع مرايك باش تلعبوا هكا باش نلعبوا هكا شو نجم يكون والله العظيم الله اعلم انا ماش نشك في حتى واحد والله العظيم لا نعرف فاهم لعبي ولا ما نقصد في حتى لا لعبي امبوسيبل من الاداره مثلا الجامعه والله والله لا نعرف من الاداره لا خلينا نبلشك شويه مستحيل سعيد تخون فيه انت انا ديجا نخون فيه معناها قبلك انت بيه ساعد تنفيذ المخالفات موهبه ولا خدمه موهبه عندك ولا ما عندكش مستحيل تخدم اما طولا ميسي مثلا ما كانش شوت مخالفات كي طلع ده غير يطلع ما تعرفوش ممكن انت لا ما كانش شوت ما كانش شوت مخالفات ميسي لا بالحق صحيح عندك ولا ما عندكش مخالفات علاش في العالم انا فما جوارات معينين بتاع مخالفات خاطر هذوك ما يعرفوش شوت مخالفات مش تمارين شكون تعتبر احسن لاعب تونسي في المخالفات احسن لاعب تونسي احسن لاعب تونسي يلعبوا توا ممكن نشوف وهبي الخزري انت خير ولا هو هو خير متواضع هذا لا مش تواضع هو خير فمش مدربين حبوا يبدلوك تكنيك دو فراب نتاعك في اللي بالي سي فوزي اه كيفاش فوزي حب غير يبدل انا شوت انا شوت القراب لي تطلع ما طابت فيه سي فوزي يحبها من الدور وانا نقول له سي فوزي زعما ما نجمش هو يقول لي لا دور سي فوزي انا ما نجمش شوت يقول لي لا باش اقسم بالله وصلت نهار معناها من 9 تاع الصباح ل 11 ونص في بالي هو ما دارتش ولا ما دارت يقول لي سي فوزي راه ما نجمش يقول لي لا الدور ووقتها قعدت برشا ما لقيتش كفرونات يا ودي هبني ولا هبني هذه ملاحظه وليد تحيه ليه متابع وفي للسبيرونس نحكي توا على المستقبل نتاعك فما عروف باش كمل في ابها شنو المستقبل نتاعك انا لحد هذه اللحظه معناها مازال فما حد شيء مي غنتصور في الصيف انا ان شاء الله فما حاجه به ما توا ما كلموك الشباب السعودي لا مازال الله اعلم منين يجي الشباب السعودي اي فما معناها الله اعلم فما حاجه من الصين زاد الله اعلم في الصين فما اما اخويا في الصين اخويا شنو باش تجي وتخرج ما غير تعطيني حتى شيء يعطيني حاجه على الاقل يعني قلت لك في الصين ما نمشيش لا ما تحبش انت تعرف لا مستحيل في الصين والشباب فما امكانيه ربي سهل اوروبا فما شي حاجه ربي سهل بيه خويا ربي سهل ان شاء الله الهلال كيف الفريق الوحيد تحدثك على انستغرام الهلال السعودي الفريق الوحيد اللي عملوا ابوني لا عملوا ابوني من عام ناوي معناها مش مسنا مش مسنا حاجه سبيسيالمون هكا والله الا ما الحقيقه عملت ابوني باش نشوفوا معنا مع الاسبيرونس شكون الجولات المضروبين وقت اسبون تبع في الاسبيرونس والله العظيم نشوف شكون الجولات المضروبين شكون ما يلعبش شكون يلعب نعرفهم خاطر فهمت وديجا معنا عرفت شكون مضروب كلمت الاولاد وعطيتهم امكانيه العوده للاسبيرونس وارده وارده في كل وقت تو مش جام في معناها ايه راهي قلت لك معناها الاسبيرونس النهار اللي باش تستحقني باش نرجع وقت اللي كلموك ديريكت انت خاف ولا من غير مخم واف بي جمهور تولد غش عليك شويه الفتره الاخرى علاش عملت تدوينه على الانستغرام بعد ماتش لتوال وستاد سامع ماتش انا عملت تدوينه على خطر اتفرجت على علي جمال باش نكونوا واضحين حبيت التصويره هذيك معناها اللي استدرى في علي جمال صحابني قلت له بعث له ميساج مبروك حبيت التصوير ما نقصد بها ولا حتى شيء فهمتك معناها ما كانش على تويتر باش وانا غير تويتر معناها غير دخلني فيها مع كل رحت ونات اليوم انا باش تربح ما تخسر معناها باش تربح تخسر ماشي باش قلقني انا في الحكايه الكل انا هكا في السعوديه باش مدخلني في كانت علي جمال معناها كانت علي جمال صحيت واضحه احسن حاجه بيه يعطيك الصحة ساعد نبداو البريك نتاعنا في الحصة نتاعنا الأولى البريك الأولى هي لو كويز مجموعة من الأسئلة نخبي شوية البي سي نتاعي باش ما تقعدش تسرق لا 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 نخبي الأسئلة اللي تحب بيه تخمم غير ما برشا تخمام ديريكت تجاوب لا عاد أنت والسؤال عاد كيف تسمي ما يحتاجش برشا تفكير مثلا أفضل لاعب تونسي تو شكون؟ معناها تونسي ولا اللي في البطولة؟ تونسي تونسي مساك أفضل لاعب في تاريخ تونس هيدا حمروني احسن لاعب في الاسبيرونس تاو معز لاعب تشوفه قادر ينجح في الاحتراف يلعب بطولة تونس اللي معناها اللي يلعب تاو اي ياسين الخنيزي اقرب لاعب ليك لا هذه ما نجمش نسميك واحد برك علاه خاطر برشا اصحاب عندي باهي سميلي زوز لا زوز لا زاد يقدر
عندي برشا حقيقه حقيقه في ريسبيرونس، عندي برشا غير اصحاب زاد معناها اللي معناها تنحكيو معناها 24 ساعه. ايش كون مثلا؟ ايهاب المبارك، ياسين، معز، خليل، باهي، اوكي، ايهاب سيدي مش شكون احسن مدرب تونسي؟ سي فوزي بنزرتي. احسن مدرب دربت عنده؟ سي فوزي بنزرتي. مدرب عنده فضل على سعد بقية؟ مدرب معناها انا معناها في الليجان ولا انا في كيما تحب مهما يكون. اي خاطر فما برشا سيدي نقولوا سي عمار السوايع، خاطر اول بديت في الاسبيرونس معناها هو اللي عاوني باش دخلت في الجو. ماتش ما تنساهش؟ الماتش تاع الاهلي المصري هزينا فيه تشامبيونز ليج. بونتو ما تنساهش؟ البونتو الثاني، بونتو الاهلي الثاني، بونتو الاهلي غير الثاني غير الصيحه نتاع جمهور برشا ما تنساهش. احلى بونتو سجلته؟ احلى بونتو سجلته معناها احلى بونتو ولا اهم بونتو؟ مزيان 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 الكفرون اللي في الاتوال مع الاسبيرونس. هدف تمنيت لو كان كنت انت سجلته؟ لا الهدف اللي نتمناه سجلته سجلته انا بونتو بتاع الاهلي الثاني. بونتو الاهلي الثاني ما معناها فماش بونتو حسيت فيه ملاعبي امبوسيبل نحس. انا برشا قالوا لي مثلا هدف البدري في الكونغو نتاع امريكا ناسيونال تونس مش ليه. موجود عاد معاه انا نحكي تاع مش مشكل نحكي تاع بونتو انت بونتو البونتو نتاع الشرير في المغرب اللي رشحنا كاس العالم. اقرب جمعيه ليك بعد جمعيه اللي لعب فيها معناها في تونس؟ في تونس ولا البرا كما تحب؟ لا في البرا نحب كان برشلونه. في تونس سبيرونس قلت لك بعد الجمعيات اللي لعبت فيها سبيرونس وجمعيتي معناها لعبت فيها هذوما لعبت فيهم اللي ما لعبتش فيهم ما فما حتى جمعيه. فما جمعيه تعاطف معاها شويه؟ مستحيل. استاد مثلا حمام الانف؟ لا رجعت للاستاد على خاطر عيش ملل مش على خاطر التوا. حاجه فيك ما تعجبكش؟ الغش فيسع ما تظهرش. ما نظهرش هذيك المشكله يعني انا ما نظهرش. احسن لاعب في العالم؟ ميسي. احسن مدرب في العالم؟ جوارديولا. شكون القدوه نتاعك؟ ميسي. انت جاي خممت قلت زعما شنو باش تسالني؟ والله ما عندي حتى مشكله مع حتى سؤال. كانت هذه لوكويز. لوكويز. اخر بريك سعد ليكيب تيب. ليكيب تيب تعطيني احسن تشكيله في احسن 11 ملاعبيه 10 ملاعبيه وانت بتبيع. في العالم ولا لعبت في... معاهم؟ لعبت معاهم. في الكاج شكون هي؟ الكاج كولو معز. معز على اليمين على اليمين مشكل كل على اليمين سامح وياب مش وصحابي برك سيدي دي لعبوهم الزوز ميتون ميتون باهي هذه باهي تعرف تفنتي خويا كيما في في, في ستات. لا لا بالرسمي صحابي صحابي ريرغوش خليل شمام يلعب في اللاكس ولا محل خير. مش مشكل مش مشكل ايامات وايامات الكل ريرغوش باهي في اللاكس ياسين مرياح يسمي الرياح ومحمد علي يعقوبي زوز بيفوات بن عمر وصاحبي يلعب معي في الاسبيرونس اللي تو في السعودية اللي هو شيك الرياحي شيك الرياحي هو بن عمر وانا قدام باهي ثلاثة قدام يوسف مساكني عالمين نحطوا يد مرجيبي باهي بونتا شكون؟ ياسين الخنيسي باهي عندي زوز ملاحظات شاكر قاعي وادي مرجيبي حطيتهم بالعاطفه ولا تامن بهم؟ والله هذه من امن بهم على الاخر زاد وانا نشوف ادم رجيبي مش يستحق يعرف الاسبونس ممكن معناها الظروف وممكن معناها على المشاكل اللي صارت له وهو كيف كيف شاكر معناها ممكن على الظروف اللي جاو فيها الاسبيرونس وعلى وعن المشاكل اللي صارت لهم هذيك هذاك علاش معناها نتصور معناها ما نجحوش في الاسبيرونس. ماركا بونتو مزيان برشا الجمعه اللي فاتت ماركا زوز في بونتو مزيان في بونتو مسونتر كانت هذه ليكيب تيب ليكيب تيب دونك هكا نوصلوا لنهايه الحوار نتاعنا مع لاعب ترجي سعد بقير يعطيك الصحه سعد بقير شرفت اليوم بحضورك معنا تخيل لو كان تحب تعدي مساج في الاخر ولا اخر كلمه ولا مساج بيبليك اسبيرونس ولا اللي تحب تقول
ميساج في بيش الاسبرونس معناها اذا بالعكس جمعيتهم جمعيتهم معناها ممتازة غير نتصور معناها غير سناب يحاول له معناها بشحق معناها اللقب الثالث اللي استنوا فيه معناها جيست معناها في وقت الغسرة معناها اخفوا مع جمعيتهم معناها جاء معناها قررت نشوف المشاكل معناها متاع على الفيراج مش محلول وكل شيء نتصور معناها يتلموا العبد الكل يشوفوا حل خاطر المصلحة الاسبرونس قبل معناها الجمهور قبل الشخصيات تصور معناها يتلموا معناها اللي قررت الفيراج معناها مش عامل برشا يعاون برشا الاسبرونس واضح هذيك صحة سعد بقير ان شاء الله بالتوفيق ليك في بقية مسيرتك ان شاء الله نشوفوك في فريق خير من ابا خاطر نأمن تنجم تعمل مسيرة باهية في اوروبا سعد بقير كيف مع المنتخب ان شاء الله تكون موجود في الاستحقاقات القادمة نحن مازلنا متواصلين في زون ميكس حتى للخمسة متاع العشية اكسبريس اف ام